الحصار ولا سيمانة وليتك عيني كانا يرمى اللي وزفين قالولي قالولي بالهضرة قالولي ايش كل اللي يبني ومرامي يا بلا يا نوم الدرسة أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس أن الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجمعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن بما يعز جهود مكافحة الإرهاب. وشدد الوزير الأول خلال كلمته مسارية تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ونزيه. يترأس وزير شؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم عن طريق تقنية التواصل المرئي على الاتحاد الأوروبي. أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس لدى افتتاح اللقاء التفويضي مع رئيس المالية الجزائريين بخصوص ميزانية اللقاح التي وفي مسجدات الوضعية الصحية سجلت 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفيات في الوقت الذي تمثل فيه 529 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه أمس النطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرح. قدم المنتزه العاشق العشرة بعد الفصل أحوال الطقس.
Thank you.